مليها من مليها. ايه ده؟ اللعبة السخيفة دي؟ تعالوا. قلت له نلعب صنم ما رديوش. صنم يا بجم؟ انت ليه هملتوني نايم هنا على الكنبة؟ ايه؟ قطش راسي؟ خايفين ابوك في الستاير جوا؟ انا ما بهزرش. ما انت حبيت فينا لما جينا نصحوك خوفنا نصحوك تاني، بس انت جالك تنجاوى عليك يا كبير امبارح. الحمد لله على سلامتك. وانتوا؟ انت شوية افاعي. ديابة. مش لاقي حاجة خبيثة حجم جبلاي الضباع. والله العظيم لولا اني ممنوع اني اقول. ولي. قصدك بلاهلي بلا صوت طالع طلقه تسعه ملع طلقه. اوه كان الحكم لسه ما خلصش. لازم انا اساعد حد عشان اخلص من الزفت دي. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا اغلى الغوالي. انت سرقت حاجه؟ هو الالف جنيه اللي قسمناه ده اول مره يقول لي صباح الخير. على طول صباح الزفت صباح القطران اي حاجه من مشتقات المازوت. انت كويس؟ ايوه كويس. وحد يشوفكم ما بقاش كويس؟ طمنوني. فطرتوا؟ احنا فطرنا اصلا. ثواني اروح احضر الفطور. دقيقه ما عاوزش اجي اساعدك في المطبخ ولا تمايه صقدي كيف الجفاته بتاعت الكابل جولز. انت بتخوني؟ اخونك؟ اصلك بتحترمني، انا مربوحه يا كبير فوق. انا خابر. وبعدين المطبخ ايه اللي بتساعدني فيه؟ وانت اصلا تعرف مكان المطبخ فين؟ ده انا برسم لك على الارض كده اسهم كيف بتوع ايكيا عشان تعرف هو فين. هو انت اللي وسخت البركيه؟ ده انا كنت فاكره العتره، ده انا نبعته في لبليب وبالنار. انت هتتصلبط يا الكلام نحكي من سنه. اخلص يا ولية. ايه؟ عادي اساعدك فيه. لا تسلم وتعيش. هو في ايه؟ طب انتوا يعني في ايه تخايف ليه يا انتوا؟ ما عاوزينيش اساعدكم في حاجه طول اليوم فالقيني بابا عايزين بابا عايزين بابا عايزين. ما انت اتزربنت علينا امبارح لما طلبنا منك حاجات. انا فهمت ده اختبار اللي هيطلب منه حاجه هيطخه. صح يا واد ضحكه مين؟ لو معاك حاجه ارميها. الدبله. ما تخلص يا اولاد اطلبوا حاجه اساعدكم فيها انا رجعتني سداده. اصلك هتعمل ايه يعني؟ هترجع طفولتي اللي راحت ولا جينات اللي باظت؟ ولا لبليب اللي اتحرقت ظل؟ فاكر لما جلس ده؟ بس هتموت بغلك، انت هتموت بغلك. بقول لكم ايه؟ اطلبوا حاجه يا ولد الصرفه، اطلبوا حاجه. ايه ده؟ عاوز اساعد اي حد؟ يعني ايه؟